حلقة الليلة جد مهمة. لما بزاف منكم اللي شرحت لهم التصوف السني قالوا لي إذا شكون هما الشيعة، وهذا السؤال اللي تردد بزاف ديال المرات خصوصا لما تكلمت عن مقتل سيدنا الحسين. ولهذا في حلقتنا الليلة غادي نحتاجكم أنكم تحضروا معايا عقولكم باش تدخلوا معلومات لهم جداد، وحتى إذا كانوا عندكم غلط نصححوهم. في حلقة الليلة غادي نتعرفوا على شكون هما الشيعة والأصل ديالهم والمعتقدات ديالهم، واش يأمنوا بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام وتابعين للفقه فوقاش بانوا، وشنو هي الفرق ديالهم، وخصوصا علاش تيضربوا راسهم يوم استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه، وعلاش نسبة كبيرة منهم ما تيبغيوش الصحابة. ما تمشيو فين وبقاو متبعين حلقة اليوم لأنها غادي تزيدكم في رصيد معرفتكم شي حاجة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. يا ساده يا كرام، اول حاجه غادي نبداو بها هي شنو هي كلمه الشيعه. الشيعه جايه من كلمه المشايعه، واللي المعنى ديالها الموالاه والتبعيه، والمقصود بالشيعه انهم موالين وتابعين لواحد الشخص اللي هو معين، واللي هو سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اللي تيبان لهم هو الخليفه من بعد رسول الله، والائمه والخلفاء ديالو ديال سيدنا علي خصهم يكونوا من ولاده، من الزوجة ديالو سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بنت رسولنا الكريم. هذو هما الشيعة، ولكن التفاصيل وبداية البدايات غادي نحكي لكم دابا. بدون مقدمات بغيت نقول لكم بلي انه حاولوا تركزوا معايا في الاسماء اللي غادي نبدا كنعطي في هذه الحلقة، لانه من بعدها غتجي حلقة جد مهمة وخصكم تعقلوا على الاسماء. اذا كنت جديد على القناة نقول لك مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار يشرفني انه تكون الدار دارك. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. كانوا من الصحابة على عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مجتمعين من حيث الاعتقاد، من حيث التعبد والسلوكيات والأخلاقيات، مجتمعين على الحق، وحتى اللي خرج منهم على هذا الأمر كيستنكروا الخروج ديالو جميع الأصحاب. دليلا على هذا أنه كان واحد الرجل سميته ذو الخويصرة تميمي، اللي خرج على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين اللي كيسموها بالثقيف. لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم ألهمهم مولانا باش أنه يقسم بواحد الشكل اللي فيه تمييز لبعض الناس من مؤلف قلوبهم، فوقف هذا الرجل اللي هو الخويصرة وقال بصوت عالي وسط الناس: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل. غضب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ومن يعدل إن لم أعدل أنا؟ إذا كنت أنا رسول الله وما عدلتش شكون غادي يعدل في البشرية كلها؟ فهذه اللحظة سيدنا عمر بغى يقتل هذا الرجل، وقال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لي سيدنا رسول الله: لا، سيخرج من صلبه وذريته قوما يمركون من الدين كما يمرك السهم من الرمي. معناها ببساطة أنه غادي يخرج من الدين لما استفدوا منه والو. دازت الأيام وغادي يموت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكانت صدمة لكل المسلمين، وأول حاجة غادي يفكروا فيها هي كيفاش يحافظوا على الدين الإسلامي والدولة الإسلامية اللي خلاها لهم رسول الله. وهنا فين غادي تبان مسألة الخلافة، شكون اللي غادي يقود الدولة ويكون إمام المسلمين والخليفة ديالهم بعد رسول الله. علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس رضي الله عنهم أجمعين، واللي هم آل بيت رسول الله، مشاو يتكلفوا بغسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت واحد المجموعة من الأنصار غادي يتجمعوا في واحد البلاصة اللي سميتها الثقيف، وهذيك البلاصة كان ديال الاجتماعات في المدينة في شمال غرب المسجد النبوي، وهذا الاجتماع هو اللي غادي يخرجوا منه الأحداث اللي غادي تجي من بعد في القصة. الأنصار غادي يختاروا زعيم الخزرج اللي هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهاد الأخبار غادي توصل لسيدنا عمر رضي الله عنه اللي غادي يمشي لعند أبو بكر الصديق، ومشاو يشوفوا شنو واقع في الثقيف. في طريقهم غادي يتلاقاو بأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، ومشاو مجموعين، وتما فين بدا النقاش ما بين الأنصار والمهاجرين اللي كانوا تيمثلوا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير. أبو بكر رضي الله عنه أرفض وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وسال اجتماع بمبايعة أبو بكر على الخلافة. في النهار الثاني غادي يتجمعوا المسلمين في المسجد وبيعوا أبو بكر رضي الله عنه على الخلافة. كانت العلاقة ما بين علي وأبو بكر وعمر اللي هي واحد العلاقة قوية. دابا أبو بكر هو اللي ولا في الخلافة، ومن بعد غادي يولي عمر. فاش كان سيدنا عمر تيصلي الفجر في المسجد في المدينة، واحد خاينة اللي سميتو فيروز النهواند اللي مشهور باسم اللؤلؤة المجوسي اللي كنت عاودت
لكم القصة كيفاش قتل سيدنا عمر رضي الله عنه، اللي كانت قصة قاسية في الحكاية وحتى في الأحداث. فإذا ما شفتوهاش غادي تلقاوها لتحت في صندوق الوصف نتاع التفاصيل كيفاش مات سيدنا عمر. فقبل ما يموت هذا الأخير كان آنذاك اختار 6 من الصحابة اللي يختاروا شكون يكون هو الخليفة من بعده. وهاد 6 كان هما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. في الأخير غادي يختاروا عثمان باش يكون هو ثالث الخلفاء الراشدين اللي غادي تستمر الخلافة ديالو 12 سنة. وفي آخر 6 سنين غادي تبدأ أحداث الفتنة الكبرى واللي فيها بدأت كتخرج اتهامات ضد عثمان رضي الله عنه بلأنه حرق القرآن ودار بزاف ديال الأمور، وبالطبع كانوا هادو كاملهم غير تهم باطلة. ولكن دوك اللي تولوا الفتنة من أنصار عبد الله بن سبأ اللي كان يهودي وأعلن الإسلام ديالو نفاقا ورياء باش يدير الفتنة في الأمة، نجح في هذا الأمر اللي غادي يسالي بمقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، اللي رفض باش أنه يتجمع أهل الإيمان من أهل المدينة المنورة من الصحابة والتابعين مع هذوك المنافقين، وقال لهم غير خليهم يقتلوني سأموت بأجالي. سيدنا عثمان رضي الله عنه فضل باش أنه يموت شهيد على يد هاد أصحاب الفتنة، أفضل ليه من أنه يعيش ويموت بعض أهل الإيمان في محاربتهم لهؤلاء المنافقين. غادي تقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو كيقرأ في كتاب الله ويقول لأنه كان تقرأ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم من بعد ما صلى. وأصلا سيدنا عثمان هو مبشر بالجنة في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن بعد الناس في المدينة غادي يختاروا سيدنا علي كرم الله وجهه باش أنه يكون رابع الخلفاء اللي غادي يطلبوا في ملاحقة قتلة عثمان. سيدنا علي بغى يهدن هذه الفتنة هو الأول وأمور الدولة تستقر وترجع القوة ديالها، حيتاش اللي شارك في مقتل عثمان رضي الله عنه ما كانش زوج ولا 10 ولا 100 ولا 200 ولكن كانوا الآلاف بالقبائل ديالهم. ففريق واحد اخر بقيادة طلحة والزبير وسيدتنا عائشة رضي الله عنها ومعاوية كانوا تيقولوا بلي هو الأول قبل كل شيء انتقلوا من قتلة عثمان. المهم غادي توقع واحد المعركة اللي سميتها معركة الجمل اللي كانت ما بين علي وأبو طلحة والزبير وسيدتنا عائشة رضي الله عنها، واللي سلات بانتصار سيدنا علي. وغتجي معركة واحدة أخرى ما بين سيدنا علي ومعاوية بن أبي سفيان وسلات بالتحكيم ما بين الطرفين، واتفقوا على أنه الصحابة يتجمعوا ويختاروا خليفة يا علي يا معاوية باش يساليوا هاد الفتنة وهاد الصراع اللي خدا واحد المنحة اللي هو سياسي، ولكن في النهاية هم أصحاب رسول الله الكرام. فلقى سيدنا علي رضي الله عنه فرصة باش أنه يوقف هذه الخصومة والاقتتال والشجار ما بين المسلمين بالقيادة ديالو والمسلمين بالقيادة ديال سيدنا معاوية. هنا غادي يبانوا زوج ديال المجموعات، المجموعة الأولى هي الخوارج واللي كانوا في جيش سيدنا علي ورفضوا التحكيم اللي وقع ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وقالوا باللي أن الحكم إلا لله، ومشاو يعيشوا في واحد المنطقة اللي سميتها حراورة وتسموا بالخوارج وحتى الحراورية حيتاش خرجوا من جيش علي رضي الله عنه. هذه كانت المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية قالوا بلي أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصى بالخلافة والإمامة من بعده لسيدنا علي، واللي نشروا هذه الفكرة كان واحد اليهودي عبد الله بن سبأ اللي ادعى الإسلام. فهاد المجموعة شافت بلي أن الإمامة والخلافة لسيدنا علي واللي من بعده هم ولاده اللي من الزوجة ديالو سيدتنا فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله، وهذا كان أول ظهور الشيعة. ولحد الآن كيف قلت لكم كان صراع وخلاف سياسي. واحد المرة شي واحد دخل المسجد بشكل اللي هو خارج على الأدب وكان قصد هذا الأمر، قدم مجموعة من الشيعة وكان ما بينهم أحد علمائهم كبار اللي عاتب على هذا الرجل ويقول له يا رجل كيفاش كدير هذا الشيء في المسجد؟ قال له الشيعة على عهد رسول الله كانوا تيديروا هذا الأمر. قال له خبت وخسئت، أصلا ما كانوش الشيعة في عهد النبي. قال له إيوا منين ما كانوش في عهد النبي علاش درتوها؟ وهذا كيبين بلي أنه التشيع كان مجرد مظهر سياسي اللي فيه كينصروا علي بن أبي طالب في مقابل هؤلاء اللي خرجوا سياسيا واللي هم الخوارج، وتحول هذا الفكر إلى فكر ديني. فالشيعة غادي تقسموا لبزاف ديال الفرق وكل فرقة عندها الثقافة ديالها. فالشيعة كاينين فيها فرق لقراب من أهل السنة لدرجة أنك ما تقدرش تفرق ما بينهم وما بين أهل السنة، وكاينين اللي بعاد على السنة لدرجة تقول أنهم أصلا ماشي مسلمين. أجي نبسط لكم أكثر. فالشيعة قالوا بين لأنه الوحي اللي جايب سيدنا جبريل كان خاصه ينزلوا على سيدنا علي، ولكن هو أخطأ ونزلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالغلط، وهذا صراحة هو اللي كان غلط، راه جايبوه من عند مولانا ومولانا ما يمكنش يسكت على هذا الأمر.
استغفر الله العظيم، قدروا يتجرؤوا انهم يقولوا هذا الكلام على امين الوحي ونبي الله؟ النبوة راه ما جاتش غير هكاك، فقبل ما يخلق مولانا الدنيا باسرها معلوم بلي انه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو نبي اخر الزمان. وفرق واحده اخرى تيقولوا بلي انه حتى القران راه نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالخطا، استغفر الله العظيم. ومولانا خلى هذا الامر كيف هكا؟ شفتوا على قله ادب مع مولانا وعلى رسول الله؟ او لا تيقولوا بلي انه كاين واحد المصحف اللي سميتو فاطمه، والمصحف اللي عندنا اليوم راه ماشي هو الصحيح. كاين بزاف ديال الاختلافات، فالاذان ديال الشيعة مختلف على ديال اهل السنه والجماعه، حيت يقولوا فيه حي على خير العمل، اشهد ان عليا ولي الله، وما عندهمش الصلاه خير من النوم في الفجر بحال عند اهل السنه والجماعه. اما علاش تيضربوا راسهم ديك الاله الحاده بحال السيوف في عاشوراء، فكتعبير ليهم على حبهم لما تقتل سيدنا الحسين. والدكتور اللي خديت من عنده هذا التعريف واللي هو عالم من علماء جامعة الأزهر تيقول لي أنه ها كيفاش حنا كعلماء وشيوخ ودكاترة في علم الشريعة تنشوفوا الناس ديال الشيعة وكيفاش كنتعاملوا معاهم، كيف كيخص عامة الناس وعامة المسلمين يتعاملوا بحال هكا. اولا كنحمد الله وكنشكره وكنسجدوا ليه شاكرين لانه جعلنا من اهل السنه بفهم واضح وبسيط، وميزنا وهيئ لينا الخير بعيدا على التطرف اللي كيعيشوا هاد الشيعه. ثانيا خاصنا نعرفوا بلي انه التشيع فيه بزاف ديال التفاصيل، اذا كنت انسان عادي ما عنديش ثقافه دينيه كيفاش نقدر نعرف بلي انه هاد التفاصيل على الشيعه؟ فالشيعه في العموم هم مسلمين، ومن قال منهم كفرا تنقولوا بلي انه قال كفر، حيت ما نقدروش نكفروه، هذا ماشي من حقنا، حيت هؤلاء في الاخير داخلين تحت المسمى بالامه الاسلاميه واللي تفرقت على 73 فرقه اللي قال سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام منهم. او عموما ليومنا هذا تيقولوا كيعتقدوا بلي انه سيدتنا عائشه رضي الله عنها واستغفر الله العظيم بلي انها فاجره، ولكن في سوره النور في القران الكريم برأ سيدتنا عائشه، ورغم ذلك بقى واحد المجموعه اللي منهم كيتهموها، زائد على هذا كيكرهوا ابو بكر وكيسبوه. تقدروا تسولوا ايوا كيفاش نقدروا نقولوا عليهم بلي انهم مسلمين؟ قال لك نقولوا عليهم بلي انهم يقولون كفرا، او اعتقادهم اللي كيخالف القران هو كفر، ومولانا هو اللي غادي يحاسبهم. اما كيفاش نتعاملوا معاهم فهذا الامر كيخصنا نفرقوا ما بين دين المرء والمعامله ديالهم. نحن امرنا في الشريعه الاسلاميه ديالنا وسنه الحبيب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اننا نتعاملوا مع اهل الكتاب وحنا عندنا عقيده ثابته وراسخه باللي هم غير مؤمنين. فاذا كان اننا نتعامل مع اليهودي والمسيحي او النصراني بالبر والاقساط، فلا شك بلي انه هادشي خصو يكون حتى مع اهل التشيع اللي كتجمعهم مظله الاسلام في العموم، واخا هما راه خارجين البعد الشاسع، ومنهم من يقول بلي انه كفرا، ولكن خاصني نتعامل معهم بالمعروف. مثلا اذا عندك جارك شيعي تعامل معاه بحق الجار، ما دام ما كيأذيكش ولا كيتعدى عليك ولا كيقتتلك. واخيرا الشيعة كيمثلوا ثاني اكبر طائفه من المسلمين بعد اهل السنه والجماعه، الشيعة كيمثلوا اغلب سكان ايران واذربيجان والبحرين، والطائفه الاكبر كاينه في العراق ولبنان. وهذه هي كانت حلقتنا الليله اللي كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وبغيت نقول لكم باللي انه الحلقه اللي جايه ان شاء الله جد جد رائعه، كنوعدكم باللي انها غادي تعجبكم. فقبل ما تخرج من القناه ما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب وتخلي لي شي تعليق جميل ولو غير نقطه. دمتم في رعايه الله وحفظه، سلام سلام.